ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية ينضم إلينا الصحفي خضر دهام. صباح الخير خضر. أهلا إسماعيل. خضر، فيما يخص سوريا، إيطاليا أول دولة في مجموعة السبع تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، ما الذي تغير اليوم؟ نعم إسماعيل، مرحبا لك وللسادة المشاهدين. قبل ذي بدء نعزي أنفسنا بوفاة زميلنا الإعلامي ضياء الدين التمر، ضياء الذي كان له بصمة هامة جدا في مسيرته الإعلامية وترك إرثا إعلاميا لا يمحى. ضياء كان يجلس على هذه الطاولة يحلل ويراقب ويتابع وأيضا يقرأ السياسة. ضياء ترك عزاؤنا في ضياء بأنه ترك إرثا إعلاميا لا يمكن للموت أن يغيبه. تعازينا الحارة لذويه ولنا كأسرة قناة اليوم وللسادة المتابعين. أما بعد إسماعيل، بخصوص سؤالك، في حقيقة الأمر عودة العلاقات الإيطالية أو عودة السفير الإيطالي إلى دمشق هي تنم عن مساع روسية ليست وليدة اللحظة، إنما هي مستمرة لإعادة تعويم الحكومة السورية. بدأت عربيا واليوم ومن ثم هناك جهود إقليمية وأخيرا يعني عالمية، ونلتمسها أيضا في إيطاليا الدولة في التكتل الأوروبي في الاتحاد الأوروبي تعيد سفيرها إلى دمشق. يعني اليوم ربما الأزمة السورية تأخذ في خواتيمها، لكن على أرض الواقع وفي الداخل، هذا خارجيا، لكن في داخل سوريا لازالت هناك الكثير من الملفات العالقة. الحل السوري السوري لم ينضج بعد، الحل السياسي في البلاد لم ينضج بعد، القرار الأممي 2254 إلى الآن لم يطبق منه أي شيء ولم يخطو أي خطوة إلى الأمام. وبالتالي نحن نقول بأن يعني بحسب قراءة سياسية بأن هذه الخطوات هي خطوات مستعجلة، الكل ينتهز الفرصة بالانتخابات الأمريكية وأيضا قبل إصدار قانون مكافحة التطبيع المزمع إصداره من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هي مصلحة كبرى لإعادة العلاقات مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي، فالحكومة السورية أيضا تحاول إثبات للعالم بأنها خرجت منتصرة من هذه الحرب وخرجت منتصرة من هذه المؤامرة الكونية التي حيكت ضدها بحسب روايتها. فبالتالي نحن نقول بأن هذه العلاقات الدبلوماسية لن تقدم شيئا على الأرض بالنسبة للحكومة السورية أو بالنسبة للحل السياسي في سوريا، إنما هي فقط بروباغندا ربما سياسية وإعلامية. سيكون الرابح الوحيد منها أو الرابحة الوحيدة منها هي الحكومة السورية وقيادتها السياسية بكل تأكيد، لأن هناك متابعين وسياسيين ودبلوماسيين يقولون بأنه إن لم يكن الحل سوريا وأن يكون نابعا من الداخل وأن وفقا للقرارات الأممية ووفقا للقرارات التي ترضي جميع السوريين، فبالتالي كل هذه الخطوات تبقى يعني إجراءات نظرية لن تقدم شيء للسوريين عمليا. نعم إسماعيل. طيب خضر، إلى موضوع آخر، زيارة مفاجئة للرئيس السوري غير معلن عنها إلى روسيا، والتقى فيها الرئيس الروسي في الكرملين، يعني ما السر في هذه الزيارة؟ هذه الزيارة غير المعلنة ليست الأولى من نوعها، فلطالما أجرى الرئيس السوري بشار الأسد زيارات عدة إلى الكرملين وإلى موسكو عفوا، وكانت زيارات غير معلنة للتباحث في ملفات عاجلة. الملف اليوم الأكثر سخونة والتي يبحث كل الأطراف وتبحث كل الأطراف على رأسها موسكو هو ملف التطبيع بين الحكومة السورية والنظام التركي، وهي تلعب دور الوساطة الفعال والفعلي على الأرض لإنجاح مثل هذه المفاوضات أو لإنجاح مثل هذا المسار. بكل تأكيد الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد كان له عدة شروط لأن يتمم عملية التطبيع القائمة اليوم مع النظام التركي، على رأسها انسحاب القوات التركية، الاحتلال التركي من الأراضي السورية ومن المناطق التي احتلها، ومن ثم بات هناك يعني شرط إبداء نية الانسحاب فيما يستميت النظام التركي على إنجاح عملية التطبيع. فلذلك يعني جاءت هذه الزيارة إلى موسكو للتباحث في زوايا وإمكانية تدوير زوايا وترتيب الأولويات في مسار هذا التطبيع، لأن كما تحدثنا هناك اليوم بعض الدول الإقليمية التي تسعى وتهرول للتطبيع مع الحكومة السورية استغلالا للظروف الراهنة في الولايات المتحدة وأيضا للظروف الراهنة في الحرب الروسية الأوكرانية. فالولايات المتحدة مشغلة اليوم في مسألة الانتخابات الرئاسية وما إلى ذلك، لكن هناك ملف
لا زال حبيس الأدراج تحدثنا عنه، وهو ملف إصدار قانون، عفوا قانون حبيس الأدراج، وهو قانون مكافحة التطبيع مع الحكومة السورية. لذلك بات السباق مهم جدا للتطبيع مع الحكومة السورية بالنسبة لموقعها الجغرافي الهام. بالنسبة لموسكو فإن تركيا هي بوابة روسيا اليوم مع فرض هذا الحصار لاتجاه أوروبا وأيضا غرب آسيا وأفريقيا، وبالتالي سوريا هي بوابة تركيا باتجاه الدول العربية وأيضا حتى أفريقيا بكل تأكيد إسماعيل. فلذلك لكلا الطرفين اليوم مسألة اقتصادية هامة أو مصلحة اقتصادية هامة في مسألة التطبيع بين الحكومة السورية والنظام التركي. لذا نرى بأن هذه الزيارات المكوكية أو هذه الخطوات المكوكية تتخذ وتصب في صالح هذا المسار لمسار التطبيعي. إلى الآن من غير الواضح تماما إذا ما تمكنت موسكو من إقناع الحكومة السورية على أن يتم التطبيع دون يعني أخذ ضمانات بانسحاب الاحتلال التركي من الأراضي السورية، أو أنها تمكنت من الضغط على تركيا من أن تبدي موقفا واضحا بضرورة انسحابها من الأراضي السورية لإتمام عملية التطبيع. التطبيع يعني اليوم بات مطروحا على طاولة الأطراف الثلاثة بل الأربعة إضافة إلى إيران، لكن هناك العديد من المعوقات. أولا الشروط التي توضع على الطاولة، ثانيا الإرادة الداخلية، ففي شمال غرب سوريا نرى التظاهرات الحاشدة 3.5 إلى 4 مليون نسمة هم رافضين لهذا التطبيع باستثناء الدول المرتهنة ارتهانا كاملا للاحتلال التركي والتي تأتمر بإمرته وباتت جزءا من منظومة الاستخبارات التركية. لذلك هناك من يرفض عملية التطبيع بكل تأكيد، وهم الذين يعني تم جلبهم أو جلبتهم تركيا بموجب اتفاقيات أستانا والتي قدمت أكبر خدمة للحكومة السورية ولموسكو، جلبتهم من الغوطة الشرقية وريف حمص وريف حلب وزجت بهم في المناطق المحتلة وفي أفرين المحتلة أيضا وهجرت السكان الأصليين من هذه المناطق. اليوم هؤلاء أيضا يرفضون التطبيع لأنهم رفضوا في السابق في الغوطة الشرقية ودرعا وأيضا ريف حمص وغيرها من المناطق التي سميت بمناطق خفض التصعيد سابقا إسماعيل، كانوا يرفضون التطبيع أو ما سمي حينها بالمصالحة والتسويات. اليوم أيضا هم يرفضون عملية التطبيع وتسليمهم إلى الحكومة السورية في نهاية المطاف، وهذا أحد أبرز المعوقات التي تقف في مسار التطبيع بين الجانبين. الصحفي خضر دهام، جزيل الشكر على كل هذه الآراء والتحليلات.